يقول: إذا رأيت جريدة في القمامة فهل واجب علي أن أخذها أني أجد أن هذا يشق على نفسي؟ لا يجب عليك إلا إذا رأيت آية ظاهرة مثلا فيها مثلا يا أيتها النفس المطمئنة يكتبونها أحيانا خاصة في العزاءات وغير ذلك أو كذا فتأخذها، نعم. أما إذا لم تجد آية ظاهرة لا، لكن أنت لا تلقي هذه الصحف بعد قراءتها، أحرقها لا، أو ضعها في أماكن خاصة يجمعون فيها الكتب وغير ذلك، لكن لا تلقي الجريدة بالأرض خاصة إذا فيها اسم الله. وقال ما تخلو جريدة، أتكلم جريدة عربية، لا تخلو من اسم الله، عبد العزيز، عبد الله، قرآن الكريم، هذا ما تخلو. فلذلك لا يجوز إلقاء الصحف في القمامة وغيرها. إن شاء الله.